التربية الإسلامية الجزء الأول الصف التاسع. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس الحادي عشر، سورة السجدة، الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية الرابعة عشر. إثبات البعث. قال الله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. المفردات والتراكيب: ضللنا في الأرض، تحللت أجسامنا في التراب، ناكسوا رؤوسهم، خافضوها من الذل، حق القول مني، ثبت قضائي وحكمي، بما نسيتم بسبب تجاهلكم وإنكاركم. تفسير الآيات الكريمة: تعلمت فيما سبق أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، والآيات التي بين أيدينا جاءت تؤكد ذلك اليوم بإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء بعد الموت، وترد على مزاعم منكري البعث يوم القيامة، وختمت بتصوير حال الكافرين يوم العرض على الله تعالى. الرد على منكري البعث: أنكر كفار مكة البعث يوم القيامة زاعمين أنه لا يمكن للأجساد البالية التي تحللت في التراب أن تعود وتتكون من جديد، وقد وجه الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد على زعمهم ذاك بأنه سبحانه وتعالى الذي وكل ملك الموت بقبض أرواحهم قادر على إحيائهم من جديد يوم القيامة. إضاءة: أتى العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم متحلل ففتته بأصابعه ثم ذراه في الريح ثم قال: يا محمد، من يحيي هذا وهو رميم؟ قال: الله يحييه ثم يميته ثم يدخلك النار. تأمل قول الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سورة ياسين الآية 79. ثم استنتج الدليل الذي تعرضه الآية على قدرته تعالى على إحياء الموتى. حال الكافرين عند معاينة البعث: تصور الآيات حال المجرمين الكافرين يوم القيامة بين يدي رب العزة، حيث يكونون أذلاء خافضي رؤوسهم لما عرفوا من الحق وما رأوا من أهوال، عندئذ يرجون الله عز وجل أن يعيدهم إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا، لكن الله تعالى لا يستجيب لطلبهم لأنه سبحانه وتعالى هيأ لهم أسباب الهداية جميعها في الدنيا وأقام عليهم الحجة فلم يهتدوا، فحق عليهم العذاب في الآخرة.
ونتيجة لإنكار الكافرين وتجاهلهم لليوم الآخر، فإن الله عز وجل يتركهم في عذاب دائم يوم القيامة، فيجازيهم بجنس عملهم الذي كان في الدنيا. إضاءة. كان الحسن البصري يشيع جنازة، فأخذ بيد رجل بجواره وسأله: ماذا يفعل هذا الميت إذا عاد إلى الحياة؟ فقال: يكون أفضل مما كان قبل أن يموت. فقال له الحسن: فإن لم يكن هو فكن أنت. القيم المستفادة من الآيات الكريمة: أولاً، أوقنوا بأن وعد الله تعالى حق، فالموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق. ثانياً، انتفعوا بأسباب الهداية التي أرسلها الله تعالى لي. ثالثاً، أتوب وأرجع إلى الله تعالى كي لا أندم حيث لا ينفع الندم. استنتج مع زملائك قيمة أخرى ترشد إليها الآيات الكريمة. نشاط بيتي. ارجع إلى الآية 259 من سورة البقرة، واكتب قصة الرجل الذي أحياه الله تعالى بعدما أماته 100 عام. الأسئلة: أولاً، بماذا استدل الكافرون على زعمهم في إنكار البعث؟ ثانياً، كيف صورت الآيات الكريمة حال الكافرين عندما يعرفون الحق يوم القيامة؟ ثالثاً، ما الآية الدالة على أن جزاء الكافرين يوم القيامة من جنس عملهم في الدنيا؟ رابعاً، ما حكم الإيمان بالبعث يوم القيامة؟ خامساً، لا يستجيب الله تعالى لطلب الكفار المتمثل بالرجوع إلى الدنيا حتى يعملوا صالحاً، علل ذلك. انتهى الدرس.